باردون ديموزيل، مطولين؟ مين؟ حضرتكم لتبلغوا اني ناطر. حضرتك ناطر؟ قاعد هون عم قاعد للانتظار، يعني ناطر. سوري ما كنت عارفة. عادة اللي بيقعدوا هون بيكون عندهم هواية يجوا يقضوا وقت قدامك؟ في منهم ايه؟ كان في واحد يجي من الصبح للظهر بس يتفرج علي. مزوي، بس أنا ناطر تبلغوا حضرته إني جيت شخصياً مثل ما حضرتكم طلبتوا تنحكي عن نص مسرحيتي اللي فيه شوية ملاحظات عليه. الاسم الكريم؟ معين. طبعاً طبيعي ما تعرفيني. حضرتك معروف؟ يعني مشهور؟ شوي بشتغل مسرح من 32 سنة. 32 سنة؟ طيب ما كنت حتى خلقانة، منين بدي أعرفه؟ يعني هون منشوف شوفت؟ مين ما كان مفكر حاله شي وما بحياته بيكون طالع على التيفي؟ ومن وقتها ما عاد اشتغلت؟ حضرتك شو بتعملي هون؟ أنا مساعدة سيدنا. وبتقري وبتعطي رأيك؟ بالأشياء الضرورية. هديك المرة شطبت بالأسود وخزقت صور فاضحة بالمجلة. والمسرح؟ ما لي خلق، بس مرات بروح بحضر. برافو، تحضري مسرح؟ بيبعتوني لأشوف إذا عم بيتأيدوا بالنص. بيناتنا ما بنتبه دايما لأنه بينزلوا لنا كل شيء. شو بينزلوا لك؟ أكل بيتكرموا منيح. مطولين؟ سيدنا جوا مشغول شوي، في عنده حدا من المسرح مثلك بس كتير مشهور. ايه بس ما تقلوها هالمرة. ولو سيدنا، شوية مزات ومعجنات، وإذا حضرتكم بتشرفونا من تقل ومن نزل كمان. نين بتصير تجيبهم؟ بس انت فهمين علي، صرتوا متقلين العيار شوية على السياسيين. ابدا. وين وين ما بعرف، ما ليش انتوا بتكتبوا كل شيء بتقولوه؟ ولو بسلامة فهمك سيدنا، نحن شو بيقولوا السياسيين من نهار نرجع مننقله بالليل، ولمعلوماتك من خفف منه يعني من رطبه. ايه بس توقوا الحساسية وكل شيء بيعمل حساسية شيلوا. لعيونك سيدنا، الطبشور، الغبرة، السمك، هدول كلهم مش وارد عنا. من وين بتصير تجيبهم؟ في دكانجي عك عامل بناية من عنده. شو سيدنا، منتكل ومنعروض؟ ايه بس أنا اللي بتكل عليك. ولو سيدنا، بعدين سيدنا كل ليلة في طاولة لأربع أشخاص، لمين ما بدك بتقول، بيجي بيحضر بيشوف بيراقب بيدقق. ليش لا؟ طعم التم تستحي العين. كيف بدنا نقدم ناس ونحن شغلنا كل يوم بيومه؟ هلأ نحن صرنا نعرف إنه السياسيين يلي منقلدهم ما حدا بيقول لك شيء، بالعكس السياسيين يلي ما منقلدهم ومنتمسخر عليهم بيتلفنوا لك وبيعاتبوك. وبيعاتبونا إلنا كمان، إنه كيف بتمرقوا لهم مسرحية وما جايبين فيها سيرتنا. ولو صرنا نعرف الخلطة، تمعين جنسي بيمرق، بس تجيب سيرة البلد لا، نكت تحشيش قد ما بدك فيك تنكت، لأنه التحشيش والمخدرات مش واردة بالمنع. أنا دايماً بقول المسرح لازم يكون فيه رسالة واضحة. هاي جويس. هاي، كيفك يا زهرة؟ شو امتى بدك تمثلي معنا؟ يا ريت. كل مرة بقلك إنه جسمك خرج تمثيل، مواهبك واضحة، بس بدك مين يبرزن؟ استاذ معين. يا اهلا. هيدا شرف كبير لإلي انه التقي فيك. يا اهلا بيك. هلو. انتو كمان عليكم رقابه؟ شو بدنا نعمل؟ استاذ سر، شوفني كيف رح اقدم.
وهلا نحن وياكم رح نقول له لمسيو دورك. تفضل مسيو. كيف رايك؟ مش مقنعة لأنه المسيو بعده هون. تفضل مسيو بليز. يلا بلزمته. إذنك معي. أنا أعطاك. كل هالعذاب والنطرة وما سيلي تنقدم 10 عروض لفلقة حالة ونصهم عزايم. استاذ معين يا هلا يا هلا، قدومك بيعز عقلبنا. ولو استاذ بتبعت لنا النصوص ما عم ساعدينك ما تشرف شي نهار عندنا هون نشرب فنجان قهوه سوا. تفضل تفضل. جويس قولي لملحم يجيب لي 2 قهوه. وهلا معنا ملحم 2 قهوه من ايدنا لسيدنا. جريت بتعقدي. لكن بتنفك معك القميص شوي من فوق. اهلا بالاستاذ معين. اهلا فيك. المسرحيه منيحه بس في عندي ملاحظه الصفحه 4 هون. مخيل بيقول جارتنا ام نزار حاكمك وربك، هي بدها تقول لمرتي كل يوم شو تطبخ لي، شو انا بدي اعيش على ذوقي او على ذوق ام نزار. ولو استاذ معقول هيك؟ معقول ليش لا؟ ما فهمت. ما فينا نمرق شيء بيسيء لعلاقتنا بجيراننا. ام نزار جارتكم؟ عم تمزح معي انت استاذ؟ صحيح هون في توريه ولكن واضحه. مخيل اسم مسيحي صح؟ صح. عم بيشكي من جارته. شو اسمها؟ ام نزار. نزار. ولما منقول نزار مين بيتبادر على ذهن المشاهد فورا؟ نزار قباني. ونزار قباني شو جنسيته؟ وكلمة جارتنا تلبس الشغلة لبس، يعني لطش مبكلة واضحة وصريحة بتسيء للعلاقات الأخوية. طيب شو بتقترحوا؟ جارتنا بتطير، نزار منغير له اسمه، ومخيل ما بيقول انه ما بده مرته تاكل عزو الجار. طيب اذا غيرنا اسم الجارة وسميناها ام دافيد او رشال بيصير فيها تطبخ لمخيل؟ اكيد لا، بتعمل لي مشكلة داخلية. يعني اللي بينتموا لانتماء مخيل بدها تطبخ لهم الجارة التانية؟ عم توصلهم بالعمالة. دخيل دخيل عرض. كل شيء ولا السلم الأهلي. فإذا بلا ما حدا يأكل هيك هيك كلنا أكلين هوا. زعلت؟ لا أبداً. تعرف شو؟ خلص بليها اليوم، هيئتك معصب. شرفنا بكرة نقعد أنا وياك ولميا ونحكي بكل الباقي. في باقي؟ بعدنا بالصفحة 4 يا أستاذ معين. يلا منشوفك بكرة إن شاء الله. وهيدا كان كل شي بعسارة. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا ونشوفكن بكرة. ما تفلوا، ملحم جايب 2 قهوة اشربوهن، انتو بتستاهلوا.